السلام عليكم. ها واحد الطريف الارض هنايا، طريف مزيون، الحماد فاطمه، الدار الحومه عامره، الطريق هاي فين جايزه مزفته، طريق الاربعة الحومه فين تبارك الله، يعني البني موجود، كاينه مفاهمه هنايا اللي يعني بغى يبني، يعني الحومه تني كتشوفها عامره، يعني عامره قدام المرافق العموميه، قدام الشارع الكبير، يعني جميع المرافق العموميه قريبه لينا. الارض هذه كتوجد في الحماد فاطمه، هاي فين هي الحومه عامره، القطعه الارضيه هذه الرجمه ديالها فين اللي بنايا، مشات بها الليل حتى في ديك اللاجوره راه هي، مشات بحال هذاك الليل فين ديك الحجره هيدا، مشات بحال هذاك راه هي راهي واحد الطرف واحد الحجره تما، يعني مساحه هاد الارض فيها 60 متر. الطريق ديال الاربع عندها هو دا من هنايا، هاد الاربع هي هو دا من هنايا، هاد البني فين هو الزنقه، الزنقه ديال الاربع هو دا الشارع الكبير، ها هو الشارع الكبير هنا جايز مزفت، يعني الاصلاحات كاينه، الماء كاينه، الضو، يعني كاينه مفاهمات بني، مولاها كيطلب فيها 15 مليون مع المفاهمه اللي خصو هاد الطريف الارض هذا يتصل مولاه، وكون خير ان شاء الله تعالى. طريف مزيون واعر ومزيان بني وصالح بني، ويعني كاينه مفاهمه وكاينه كلشي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.